التون كيرف من اهم التولز اللي انت لازم تكون بتعرف تتحكم فيها بشكل كويس جدا. انت بتقدر من خلالها تغير ملامح الصوره 360 درجه وتطلع التون اللي انت عايزه. ده غير انك لو بتستخدم برنامج زي اللايت روم او الفوتوشوب او حتى كابتشر وان، حتى برامج المونتاج زي بريمير وفاينل كات هتلاقي فيها التون كيرف. طريقه التحكم فيه هي على اي برنامج فيديو او فوتوغرافيا، يعني الفيديو ده هيكون لاي حد بيتفرج اذا كان اديتور او مونتير. وخلونا نبدا نتعرف يعني ايه تون كيرف. بسهولة كده نقدر نقول ان التون كيرف عبارة عن خط الاضاءة اللي موجود في الصورة بتاعتك اللي بيبدأ من الوايت لغاية اقصى البلاك، وده شكل التون كيرف اللي هتلاقيه في اي برنامج عندك. ولو الشكل ده مش موجود والشكل ده هو اللي موجود، بسهولة جدا بتدوس على المربع ده بيرجع لك زي ما انت شايف، وده التون كيرف اللي احنا نشتغل عليه في الحلقة دي. الخط ده بنبدأ نجزأه نقطة نقطة عشان نفصل ما بين البلاك والشادو والميد تون والهايلايت والوايت. كده تقدر تتحكم بشكل اكبر في كل نقطة فيهم. خلينا عارفين ان احنا بنشتغل على الشانل RGB، يعني بنشتغل على الصورة كلها، لكن لو حابب تشتغل على لون لون، مجرد انت بتدوس على RGB بيظهر لك الريد لوحده والجرين لوحده والبلو لوحده. لكن احنا هنرجع دلوقتي للRGB. الصورة دي اللي هنشتغل عليها دلوقتي، والصورة دي متصورة في الناتشرال لايت، ودي الاعدادات اللي تصور عليها الصورة. انا مصور الصورة دي بكانون EOS R F2 ISO 800 بعدسة 2870، عشان في ناس كتير قوي بتسألني على اعداد الصور. بعد شوية تظبيط بسيط جدا في البيزكس او الكالر كوريكشن هنبدأ نشتغل في التون كيرف. اول حاجة انت حابب تعملها في الصورة بتاعتك ان انت تخليها كونتراستي شوية، بحيث ان انت تخلي الصورة فيها ديبث كده او شكلها معزول اكتر. كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح عند منطقة الشادو وتنزلها تحت شوية، وعشان تبينها اكتر انت بتحاول تعلى شوية في الميد تون وكمان الهايلايت. هنعمل بس للصورة كروب بسيط عشان نشوف التفاصيل اكتر، وده بيفور افتر من غير ما نعمل اي حاجة في الصورة لسه. لو حابب تعمل شكل سينمائي للصورة او تعمل لها حاجة اسمها فيد، انت كل اللي هتعمله ان انت تروح عند البلاك وترفع شوية لفوق، بيفور افتر بيفور وافتر، وما يمنعش برضو ان احنا ننزل شوية في الوايت. الفكرة هنا ان انت حاول تخلي الكيرف ده شكله سموز على قد ما تقدر، يعني احنا ما ينفعش نفضل نعمل كده وكده وكده، الصورة من هنا هتبوظ. لكن لو شفنا هنا الكيرف معمول بشكل سموز وحرف اس، وده اللي هيخلي فيه تناغم ما بين كل درجات الاضاءة من اول البلاك لغاية الوايت. اعتقد ان الفرق واضح جدا جدا باقل شغل احنا عاملينه. ولو حابب تلعب بقى في الالوان اكتر هتروح عند الار جي بي وتختار حاجه في الريد او في الجرين او خلينا حتى في البلو. وهنا بقى كده انت بتدي تون او شكل او ثيم معين ليك انت كفوتوغرافر للصور بتاعتك. يعني بكل سهوله انا دلوقتي عايز ادي للبلاك اللي عندي في الصوره تون، زي ما احنا عارفين ده مكان البلاك، فانا هاخده واطلع بيه شويه، وباني مش حاطط اي نقط تانية في اي اماكن زي الهايلايتس او الميد تون او حتى الشادو، فالافكت هيظهر على الصوره كلها. خد بالك ان السكين تون عندي هنا اتأذى بقى شكله مش حلو، فانا عشان افصل ما بين ان انا عايز اعمل تون في البلاك وفي نفس الوقت ما بوظش بقيه الصوره، لازم احط فاصل او نقطه ما بينها وما بين الدرجه التانية. وده اللي انا هعمله دلوقتي، ان انا هاخد نقطه ما بين الشادو والميد تون وانزلها تحت. زي ما انتم شايفين السكين تون ظبط جدا عن الاول، وفي نفس الوقت مديني برضو تون ازرق في البلاك. خلينا نشوف بيفور وافتر. انا كمان ممكن اروح لتشانل تانية زي الجرين وزود شوية في الميد تون او اقلل. انا شايف ان انا لو قللت الدنيا التون بتاعي بدأ يبقى ماجنتا او احمر شوية، وده شكله احسن بكتير من الاول. انا كده مدي تون للصورة كلها. ولو رحت للريد ممكن اعلي شوية الريد في الشادوهات واقلله شوية في الميد تون. تعال نشوف بيفور وافتر. معلومة بسيطة برضو عشان تبقى عارف، انت لو على الريد وطلعت لفوق هيديك احمر، ولو نزلت لتحت هيديك زي تركوايز كده. نفس الوقت في الجرين لو طلعت فوق هيديك جرين، لو نزلت لتحت هيديك ماجنتا. واما البلو لو طلعت فوق هيديك بلو، ولو نزلت تحت هيديك يلو. الحاجات دي لازم تبقى انت عارفها وحافظها كويس جدا. خلينا بقى في نفس الصورة ونبدأ نشتغل عليها من اول وجديد ونعمل تون مختلف تماما عن اللي احنا عملناه. احنا لو عملنا ريسيت للصورة جينا على التون كيرف زي ما قلنا هنحط نقط في كل ليفل، نقلل شوية هنا الشادو، لو جينا مثلا في البلو
عنا كده كده هنا في الجرين عنا كده مثلا. بص بيفور وافتر، خد بالك ادي صورة انا عملتها ودي صورة تانية انا عملتها، دي صورة تالتة انا عملتها، وكل ده باستخدام التون كيرف. نصيحة مني، حاولوا تحترفوا وتجربوا كتير في موضوع التون كيرف ده، تقدر من خلال التون كيرف ده تعمل بريسيتس كتيرة ليه وتحفظها وتكون معاك كتون معروف انت بيه. مجرد انت تصور اي صورة وتحط عليها البريسيت ده وتعدل شوية حاجات بسيطة، خلاص بقى معروف ان احمد ده التون بتاعه. كتير مننا بنسأل ازاي التون ده بيطلع، ازاي التون ده بيطلع. هي السر هنا في التون كيرف، فحاول على قد ما تقدر تشتغل عليه وتحترفه. بس كده، لو عجبكم الحلقة متنسوش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناة لو انت مش عامل، واشوفكم فيديوهات تانية كتير. سلام.